أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. المكان بتاعنا ده احنا اسمنا بناتي، الاسم الرسمي ابناء الغد. هو المكان ده موجود من 2009. احنا بنحاول نقدم فيه نموذج طيب للتعامل مع اطفال بلا ماء والاطفال في خطر بصفه عامه. بنحاول نوصل فيه رساله ان الاطفال دولت مهما كانت الظروف صعبه بيمروا بيها، ان احنا ممكن نغير الظروف ديت في اطار من الحب والعلاقه الطيبه والعلاقه المهنيه مع الاطفال. الدنيا ممكن تتغير كلهم، ممكن يكونوا احسن بشكل او باخر، لان احنا فعليا عندنا نماذج طيبه. في عندنا اطفال خدوا نماذج وخدوا جوائز مختلفه، في عندنا بنت خدت ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي المركز الثالث، في عندنا بنات خدوا جوائز في العاب قوه، في الكوره، في انشطه مختلفه، عندنا مهارات وانشطه مختلفه. كل ده في اطار العلاقه، في علاقه الحب والعلاقه اللي جوه اللي بتجمعنا بيننا وبين الولاد. احنا في كمؤسسه بنقدم خدمات اجتماعيه متمثله في رحلات، في مقابلات، في شغل شارع، في ابحاث شارع، في باشكال مختلفه، وعندنا شغل نفسي، فعندنا فريق نفسي متميز بيحاول يقدم خدمات نفسيه عن طريق الاختبارات وعن طريق العلاقات الفنيه والجلسات النفسيه اللي بتتم مع الاطفال. عندنا ناس فنيين بيجي يعملوا شغل، عندنا في حد متخصص تدريب خزف ورسم وتلوين وموسيقى، وعندنا تصوير، عندنا اشكال مختلفه من الانشطه اللي ممكن بتتم مع الاطفال. واحنا بنحاول نقول يا جماعه، يا ناس، يا مسؤولين، ان ولادنا دولت هما ولادنا. ولاحظوا حضراتكم ان انا بتكلم على الاطفال اللي بنشتغل فيهم في المؤسسه ان دولت ولادنا، لان هما دولت ولادنا، ومش فيش اختلاف خالص بين الولاد اللي بنتعامل معاهم في المؤسسه ولادي اللي في البيت، لان هما دولت زي دولت. الفرق الوحيد ان ولادي ربنا قدر وان انا كنت موجود معاهم وحاولت احتضنهم، والاطفال الثانيه ما كانش فيه الاحتضان دوت، وبالتالي بقوا موجودين في الشارع وبقوا ليهم ظروف صعبه. ولو ربنا سبحانه وتعالى ما قدرش انه يبقوا موجودين معانا، ممكن يكونوا مجرمين بشكل او باخر، لان الشارع في مشاكل واساليب سيئه جدا، ربنا يعافينا كلها منها. انا كنت في مؤسسه العجوزه بتاعت الفتيات، وبعديها بابا اسلام وبابا عبد السميع اللي جم خدوني من هناك، وهنا المكان احسن من هناك بكتير. عرفوا مكانك يعني، جم اختاروك انت ليه؟ ما هم مش اختاروني انا بس، وحبه بنات برضه من هناك. وقبل ما تروحي الدار اللي في العجوزه كنت فين؟ انا كنت في دار بتاعت ماما ياسمين خيام، هي اللي ربتني وكده. فبعديها حصل شويه ظروف، بعدها رحت العجوزة، بابا عشان بابا اسلام جم خدوني هناك. وحاسه بايه هنا بقى؟ لا هنا المكان حلو جدا، وبابا اسلام احسن، وبابا عبد السميع والاشراف اللي معانا وشيماء والناس دي يعني كويسه معانا. مبسوطه هنا؟ اه احسن من اماكن كتير. وبتعملي ايه بقى؟ لما ابقى فاضيه انا، بس عشان ورقي متعطل اليومين دول في المدرسه، بس على السنه الجايه هبقى في المدرسه. وانا كنت لسه بلعب من شويه كوره برضو، في كابتن اسمه كابتن صبحي هو اللي بيعلمني الكورة. وعندي تصوير دلوقتي، عندي بصور وكده، وبروح حتة أصور فيها بس. وبيبقى عندي وقت فراغ بلعب كورة، برسم، بعمل حاجات كتير. أول ما نسيت فريق كورة، فريق كورة إيه؟ قدم. فين؟ هو الكابتن بيجي لنا هنا، وساعات بنروح دوريات بره. وان شاء الله يعني في سفرية قريب، بس لسه مش دلوقتي. فهو كابتن صبحي بيمرنا وكده عشان نعرف نلعب كويس. كنت فين قبل ما تيجي هنا يا إرهام؟ كنت في مؤسسة برضه. وجيت ازاي؟ نقلوني من بورسعيد على هنا. والنهارده حاسه بايه هنا؟ عادي، مبسوطة. أحسن من ما كنت هناك؟ اه. بتعملي ايه هنا؟ بغني، بلعب كوره، بعزف،
بعمل خشب، بعمل اورجامي، بعمل حاجات كتير قوي، مفيش فراغ في حياتي. خدت في الكونغ فو خدت المركز الثاني، وفي التصوير خدت المركز الثالث. مدرسه في سنه كام يعني؟ في اولى ثانوي. اولى ثانوي. ونفسك تدخلي كليه ايه؟ انا حقوق. حقوق. طيب انت قبل اصلا ما تدخلي المؤسسه كنت فين؟ ما هو انا من صغري وانا عندي سنتين في المؤسسه. ما شفتيش اهلك؟ لا، جولي كذا مره هنا، ولما جيت هنا هم جولي فبياخدوني اجازه. وانت بتبقي مبسوطه عندهم ولا هنا اكتر؟ لا، وانا عشان مش قاعده على البيت بكون مبسوطه، بس هنا اكتر عشان اخواتي كتير قوي. مدى انت جيتي هنا امتى؟ مدى من شهرين تقريبا. من شهرين. وانا سمعت التعبير العاب كوره. مين اللي انا اول ما جيت دخلت الالعاب كوره وكملت فيها لغايه البطوله. ورحتي البطوله عملتي ايه هناك؟ احنا لا، كان هي الالعاب كوره متقسمه لكذا حاجه، فالاول عملنا زي تصفيات وبعد كده دخلنا الفاينل. وخدتي كام ميدالية؟ 3 ميداليات. في ايه؟ في 400 متر و 100 متر وكده. طب انت قبل ما تيجي هنا كنت فين؟ كنت في دار تانيه. وهنا ايه احساسك هنا من الطفل؟ طبعا. ممكن تفكري تمشي هنا؟ لا. انت في سنه كام يا ندى؟ انا في اولى اعدادي. ونفسك تدخلي ايه؟ هندسه. انا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا من اول يوم راح مني النور. ابعت لي سلام، قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك، مش يبقى حرام اسهر وتنام واسي نار حبك.